اهلا بحضراتكم من جديد، ونبتدي حوارنا طبعا مع نجمنا المحترف في صفوف كره السله ولتر هوج اللي هرحب بيه في البدايه. ولتر، برحب بيك في قناه النادي الاهلي، بل برحب بيك في النادي الاهلي كله كمان. Thank you for having me here. شكرا جزيلا على استضافتي معكم هنا. ولتر، يعني خلينا نتكلم من البدايه، قصه انضمامك للنادي الاهلي حصلت ازاي؟ ابتدت الكلام معاك ازاي؟ ومين اتكلم معاك؟ أنا تحدثت في البداية مع المدير الفني مستر أوغوستي، هو كان يدربني في العام الذي قبله. هو تحدث معي، أنا كنت أنتظر لأرى ماذا سيفعل. هو تكلم معي، هو قال لي أن الأمر أسهل حينما عدت لبورتوريكو، لكن هذا العام أخبرني أن أتي، وقد قمت باتخاذ قراري وقمت بالمجيء إلى الأهلي. طب يمكن ولتر انت كان ليك تجربه طبعا في الدوري المصري من سنتين تقريبا، ازاي كنت شايف النادي الاهلي من بره؟ انت كنت بتلعب ساعتها ضد النادي الاهلي، كنت شايف النادي الاهلي ازاي؟ يعني اكيد طبعا كان منافس في يعني ليكوا في اوقات كتيره، ولكن انت كنت شايف النادي الاهلي ازاي؟ كنت بتسمع عنه ايه؟ بالنسبة لي كلاعب محترف، بالنسبة لي كان الأمر كل ما أفعله هو أن أعطي كل ما لدي لنادي القديم. حينما كنت ألعب في الزمالك أنا لم أقصر، ولكن كنت أعرف عن الأهلي أن الجماهير تحب الفريق جدا، ولكن كل ما كان علي هو أن أقوم بواجبي. أنا ألعب كلاعب محترف، كل ما أعرفه أنه نادي احترافي كبير يلعب على أعلى المستويات، ينافس دائما على البطولات، وهذا كان الأهم لي بالنسبة لعائلتي أن يظلوا في أمان، وهذا ما يسعدني الآن. يعني طبعا انا فهمت من كلامك كده ولتر ان عيلت اسرتك معاك، اسرتك موجوده معاك في مصر، صح؟ Yes, I'm here 100%. نعم، انا هنا 100% مستقر هنا، فبالتالي عائلتي تاتي هنا معي. انا الان العب مع فريق بطل، وكنت انافس حتى مع فريقي في بورتوريكو العام الماضي، والان انا جئت لاجعل هذا الفريق اقوى وانافس مع البطولات.